رئيس عبد الناصر لم تكن لي به صلة، يعني أنا هو رئيس الجمهورية وأنا مذيع، لكن السيد أنور السادات أنا حكيت لك، ولذلك كان عندما يراني في الاحتفالات العامة وكان يقول يسلم عليه يقول أهلا 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 بالمذيع الصعيدي اللي فتح لي الميكروفون سنة 52. الراجل كان حبيبي جدا ودعاني في فرح ابنته على محمود عثمان، يعني كنت أنا أحد المدعوين، يعني لا أنسى ذلك يعني. أما يعني الرئيس الأسبق حسن مبارك فالرجل يعني كانت له مجاملاته يعني لطيفة، وكنا نتعامل معه على أساس أني أنا كنت رئيس الإذاعة في عهده، وكانت الأمور يعني طبيعية جدا، موظف بيأدي عمله كرئيس للإذاعة، يعني ما فيش أي يعني اتصالات مثلا مباشرة أو غير مباشرة. ولا أنسى له أنه عندما حدثت أحداث سنة 95 التي راح فيها يعني ابني ضحية للغدر والخيانة، أن الرجل اتصل بي تليفونيا هنا في القرية وعزاني وأرسل أكثر من رسول من طرف يعني عزين، يعني دي أنا كانت علاقتي بيهم يعني لا أكثر ولا أقل. بالنسبة أستاذ فهم عمر، شاهد على ثلاث ثورات، ثورة سنة 50 وثورة 2011 وثورة 30 يونيو، ما الفرق بين الثلاث ثورات بالنسبة لتقديم؟ لا طبعا يعني ثورة 52 جاءت ولها هدف معين، ما تخلص مصر من عهد بائد وتخلص مصر من الاستعمار الإنجليزي، وقد نجحت في ذلك نجاحا كبيرا. أجلت الإنجليز أمامت قناة السويس، يعني جعلت الملك السابق والعهد الملكي ينتهي خالص، تصبح مصر جمهورية، فتحقق للثورة أهداف إضافة إلى الأهداف الاجتماعية التي أرستها أيضا، مثل طبعا يعني قانون الإصلاح الزراعي وما أعطته من حقوق للعمال والفلاحين والشباب وإلى آخره.